معنا ماركو فينجيسنو مدير المشروع الاستراتيجية العالمية. أهلا بكم سيد ماركو. كيف نقيم الآن الأوضاع بعد انتهاء هذه الهدنة التي شنتها موسكو من جانب واحد ورفض الدول الأوروبية وواشنطن وأوكرانيا لمصداقية موسكو بهذه الهدنة؟ الهدنة كانت بشكل أو آخر هي حركة من حركات العلاقات العامة، وأوكرانيا كان فيها عيد الميلاد وفقا لتقويم الكنيسة الكاثوليكية ولم يراعوها، ولكن يحاولون أن يقوموا بهذه الحركات من أجل العلاقات العامة على جميع الجهات والجبهات، وهذا أمر متوقع منهم. ولكن 2023 هي السنة التي سنرى فيها أسوأ ما في هذا الصراع، وقريبا فإن بوتين سيبدأ بهذه الهجمة التي صار له يحضر لها منذ أشهر، حيث جند أكثر من 300,000 جندي في الأشهر الماضية، وربما يبدأ بهذه الهجمة وهذه المعركة في آذار مارس 2023، وهو يحاول أن يجهز نفسه بأسرع وقت ممكن. وأيضا الأوكرانيون يحصلون على دعم تسليحي من الغرب، من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وفي آخر زيارة له الرئيس الأوكراني إلى واشنطن قال بأنه يتطلع إلى الحصول على المزيد من الأسلحة، ومنها نظام باتريوت المضاد للصواريخ، وهو نظام متقدم جدا، وقد رأينا بأنه حصل على دبابات، وقد حصل على دبابات ألمانية فعالة جدا، وكله تحضير الهجوم المتوقع في الربيع. والنقطة الأساسية هو أننا سنرى الأسوأ لاحقا في الأشهر القادمة. نظر إلى الدعم العسكري الذي تتحدث عنه من واشنطن والدول الأوروبية لأوكرانيا، الأسلحة التي كانت ممنوعة في السابق عن أوكرانيا ستصبح مسموحة لها. هذه الاستراتيجية الجديدة للدول الأوروبية وواشنطن بدعم أوكرانيا بهذه الأسلحة التي كانت ممنوعة عنها سابقا، كيف يمكن أن تغير مسار المعركة؟ مسار المعركة سوف يتغير بكل شيء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأوروبيون. المعركة الأهم هي المعركة التي ننتظرها في الربيع، ولذلك يحتاج الغرب إلى تسليح الأوكرانيين بأسرع وقت ممكن، لأن الروس سوف يستعملون كافة ترسانتهم العسكرية وكل أسلحتهم وقواتهم ضد الأوكرانيين. والأمريكيون صار لهم يدعمون الأوكرانيين منذ شباط فبراير 2022. هذه المسألة مسألة مصلحة مشتركة، إما أن ندعمهم أو نخسر جميعا، ولذلك فهذا القرار قرار استراتيجي بالدعم، والأوروبيون قد أدركوا ذلك. شكرا. وهم يحاولون أن يعطوهم كل ما يستطيعون لذلك. أشكرك جزيلا ماركو فينجيسنو مدير مشروع الاستراتيجية العالمية، ونتحول الآن إلى